هي الجزيرة قلبت ميلو دي فجأة كده ليه؟ أهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الفل. تعالى. أجي فين يا حاج؟ تعالى بس، مالك مخضوض كده؟ شايل بعدك ليه؟ أصل في ثورة بره والدنيا خربانة. هو أنت من الجماعة المناضلين بتوع الثورة اللي بره؟ أنا من الجماعة المناضلين بتوع الثورة. وبسلامتك بقى جاي تستخبى عندنا ولا غيرت رأيك؟ لا غيرت رأيي. والله خايفة المظاهرات بتاعتكوا دي تيجي على دماغنا ويتقطع عيشنا. ده أنا اللي يقطع عيشكم أقطعه. قاعدين يقولوا عايزين ننظف البلد، عايزين ننظف البلد. هو احنا يا اخويا لقينا نظافه وقلنا لا؟ وبعدين اللي بيجي هنا جايب وسخت الشارع اللي بره، لو نظفوا اللي بره كلنا هننضف من جوه. شوف ازاي كلام عالم صحيح. ايه؟ لا ولا حاجه، بس انا يعني ملاحظ يعني النهارده ثوره وجمعه وجمعه غضب والنشاط ما توقفش يعني. خمسه وخميس فلله ولا فلك يا اخويا، انا ما اقدرش اقفل الدار هنا يوم واحد، ده انا عندي التزامات ومرتبات وعمال وناس بتاكل من ورايا عيش. اوعى تفتكر الدار هنا دار هلس وفرفشه بس. لا طبعا، دي دار الكتب. عسل. مساء الفل يا ست الناس، اتفضلي الاوضه 3600 جنيه 12 ونص. 12 ونص ده النفر بكام؟ 3600 22 جنيه بس. الفلوس دول ناقصين 300 جنيه سباعي. معقولة لسه تشك في أمانتي؟ ده أنا سباعي، معقولة تشك في ذمتي يا عيسى؟ ذمتك إيه يا عم سباعي؟ هو أنت شغال في الوفاء والأمل؟ إبي بال 300 جنيه الست عندها التزامات. اطلع بالفلوس يا سباعي، أنا قدام 13 راس. مش عارفك يا عيسى، اللي أغلى حاجة عندي هم 12 راس بس. 13 راس يا روح أمك. يا عيسى هم 12 راس بس. خلاص يا جماعة، يمكن في واحد دخل بنفرية. فوت قدامي أشوف العجز فين. ما تمشيش، راجع لك. تعال يا يسر، انا بشتغل معاك الضمير مش عارف يا يسر. جمعة غضب ايه؟ جمعة غضب ربنا. مش انت حضرنا الشيشة؟ دول اكيد متابعين حلقة الجزيرة. اخبار الثورة صح؟ ها؟ قناة الجزيرة صح؟ ها؟ ايوه بيعملوا كمبات التعذيب. ايوه يا امه. ايوه يا سعيد. ايوه يا حبيبي. ايه الاخبار عندك؟ ايه الاخبار يا سعيد؟ اصوات؟ اصل انا في المظاهره. بقول لك ايه يا امه؟ مفيش اخبار على الوفاء؟ وصلي في مظاهرتي، الدنيا مقلوبه هنا يا ابني. قولي يا حبيبتي عندك ضرب؟ ايوه اما الضرب هنا بالحبيب. ده افترا والله اللي بيحصل ده. وانت هتعمل ايه؟ هتشارك؟ ان كان عليا نفسي اشارك بس ما معيش يكمل. خلي بالك من نفسك يا رب، ترجع لي بالسلامه يا ابني. اتحدث اليكم في ظرف دقيق يفرض علينا جميعا وقفة جادة وصادقة مع النفس تتوفى سلامة القصد وصالح الوطن. يحيى الجيش! يحيى الأسلحة والذخيرة وطلع الجيش والإنتاج الحربي! يا أغلى اسم في الوجود! يا مصر! وبعدين في التليفونات المقاطعة دي بس يا رب. ده ولا يوم الحاشة، انا ازاي في وسط الناس كلها؟ يا
اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابني هنا؟ انت بتعمل ايه هنا من امبارح؟ دي التربية اللي تربطيها وفاء؟ يا سعيد انت مش فاهم اي حاجة. انا لما نزلت مع عزة صاحبتي ما كنتش اعرف ان الدنيا هتتقلب كده. حاولنا نحمي نفسنا، ضربوني وبهدلوني. عزة صابته قدام عينيا يا سعيد، جات لها رصاصة في صدرها ودمها كان مغرق ايدي. ولما الجيش نزل والشرطة انسحبت جينا على هنا. وامك اللي مقطعة نفسها من العياط في البيت دي؟ كنت هبعت لها حد يقول لها، كنت هبعت لها حد يطمنها. والحمد لله ان انت جيت عشان ده تقوم بالمهمة دي يا بطل. اقوم بالمهمة دي؟ ليه؟ هو انت مش جاي معايا؟ لا يا سعيد، انا مش هتحرك من هنا غير لما اخد بطاقة صاحبتي. احنا نزلنا في الاول علشان نحتف وبس، لكن لما شفنا الناس قدام عينينا وهي بتموت، كل واحد بقى مصمم انه يفضل هنا لحد الاخر، لحد ما نشوف النتيجة. يا بنت ما النتيجة معروفة، 5000 للميت و 3000 للمصاب، ده اخر تسعير في قطر الصعيد. لا يا سعيد، راح خلاص اوان الفلوس، دلوقتي بقى فيه دم. راح فين؟ رايحة تبرع بالدم للناس اللي ضحوا بدمهم علشان علشاني؟ حرام عليك يا وفاء، ده انا ما نمتش من امبارح 24 ساعة بجري في الشارع عشان خاطرك. هي دي بقى وفاء اختك؟ ايه يا عم؟ هو انت موجود في كل حتة؟ مالكش عيلة تفتكر ان في واحد ناقص على الغدا؟ لا بس شكلها زعلانة منك قوي. عاملة لي فيها نادية الجندي في مهمة في تل أبيب. لا وعايزاني اروح اتبرع بالدم. طب وايه المشكلة ما تيجي معانا تتبرع بالدم؟ هو انت رايح انت كمان تتبرع؟ يا عم ادي الناس فرصة تروح مكان تسأل عليه. ايه اللي يمنع يعني انك تيجي تتبرع بالدم؟ ما هو واجب علينا سعيد. يلا سعيد. يا عم ده انا عايز اللي يتبرع لي دم. ايه؟ التبرع بالدم واجب علينا. يا جماعة التبرع بالدم واجب علينا. يا جماعة التبرع بالدم. في ايه؟ هو انت الوحيد اللي عندك كتاف يعني؟ انزل يا بنت. وراي. يا جماعة التبرع بالدم واجب علينا.